مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من برنامج السلطة الرابعة، وفيها تتابعون أهم وآخر ما تناقلته ونشرته الصحف المحلية والعربية والدولية فيما يتعلق بالشأن اليمني. في يمن مونيتور، في يومه العالمي العمل الإنساني في اليمن يتنفس بصعوبة. في وكالة الأناضول، 157 سفينة وقود وصلت ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين. أما صحيفة العرب الجديد فقد عنونت: مغتربون يمولون مبادرات تنموية في قرى اليمن. مرحبا بكم، والبداية من موقع المصدر أونلاين والذي نشر تقريرا قال فيه إن عضو مجلس النواب في صنعاء الموالي للحوثيين بسام علي الشاطر قال إن ميليشيا الحوثي تفرض رسوما وجبايات هائلة على موانئ الحديدة خارج القانون والدستور. وبحسب الموقع فقد أكد عضو المجلس الشاطر أن الجبايات التي تنتزعها الميليشيا من موانئ الحديدة ارتفعت بنسبة 140% عما كانت عليه قبل فبراير الماضي وفق آلية جديدة أنشأتها ميليشيا الحوثي. وأشار الشاطر إلى أن التجار يدفعون إيتاوات بأضعاف ما كان عليه في موانئ الحديدة والمنافذ الجمركية الانفصالية الحوثية، كما أكد أن ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد في موانئ الحديدة ارتفعت بنسبة 50%. وأكد الشاطر أن ميليشيا الحوثي تسعى أيضا إلى فرض ضريبة أرباح إضافية على القطاع التجاري بنسبة تصل إلى 4.5% على القطاع التجاري و 7.5% على القطاع الصناعي، موضحا أن هذه الاعترافات الحوثية تأتي بعد اشتداد وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية من الموظفين والقطاع الخاص وإضراب المعلمين. قال موقع يمن مونيتور إن 19 أغسطس يصادف اليوم العالمي للعمل الإنساني، وتأتي هذه المناسبة في الوقت الذي يشهد فيه العمل الإنساني في اليمن تدهورا كبيرا جراء القيود التي فرضت عليه من قبل الحوثيين. وأوضح الموقع أن تقارير عديدة للأمم المتحدة تتحدث بأن الحوثيين قاموا باعتقال العديد من العاملين في الجانب الإنساني وملاحقتهم، الأمر الذي أدى إلى عرقلته بالشكل المؤسف. حول ذلك قال لموقع يمن مونيتور المحامي ورئيس دائرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني برئاسة الجمهورية علي هزازي إن هناك قيودا كثيرة تفرضها جماعة الحوثي على العاملين والعاملات في الجانب الإنساني من أجل توظيف عناصرها داخل هذه المنظمات. وأشار هزازي إلى أن جماعة الحوثي مارست الاختطاف والعنف ضد العاملين في المجال الإنساني من الجنسين. وفي السياق ذاته يقول فيصل المجيدي وهو ناشط حقوقي ووكيل وزارة العدل اليمنية إن العمل الإنساني في اليمن معقد جدا، إذ يشعر العديد من المراقبين على أنه تحول لدى البعض إلى ملف للمتاجرة. وأردف المجيدي قائلا أن الحوثي قام بإفقار الناس عبر السيطرة على مؤسسات الدولة وعلى كل الإيرادات، ومنع الناس من الحصول على مرتباتهم، واستغل تلك الأموال لصالح قياداته ولصالح تلك الجماعة. نشر موقع يمن شباب نت تقريرا قال فيه إن الحكومة اليمنية وقعت مع الأمم المتحدة في العاصمة المؤقتة عدن مذكرة تفاهم لخفض كلفة التأمين البحري على السفن في الموانئ اليمنية التي زادت 16 ضعفا عقب انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية الدستورية في 21 سبتمبر عام 2014.
وبين الموقع في تقريره أن القطاع الخاص اليمني رحب بهذه الخطوة، ووصفها نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أبو بكر با عبيد بالخطوة المهمة والتي ستعزز النشاط التجاري البحري مع الموانئ المحررة، وستنعكس آثارها إيجابا على أسعار السلع والنقل. وفق تقرير خبراء لجنة العقوبات الدولية إلى اليمن، قال الموقع إن سعر التأمين إلى موانئ عدن يبلغ 0.40% من قيمة حمولة السفينة، وهو مرتفع ب16 ضعفا عما كان عليه قبل الانقلاب الحوثي، وبينما يبلغ سعر التأمين إلى موانئ الحديدة 0.62% عما كان عليه قبل الحرب. ومن ناحية أسعار الشحن، يوضح الموقع حسب تقرير خبراء لجنة العقوبات أن قيمة شحن الحاوية 40 قدما من الصين إلى عدن تصل 3200 دولار، بينما قيمة الشحن إلى الحديدة تبلغ 5250 دولارا لذات الحاوية. والسبب الرئيس في هذا الارتفاع هو غلاء أسعار التأمين بسبب الهجمات البحرية التي يشنها الحوثي. وحول أهمية توقيع الاتفاقية، قال الموقع إن التوقيع على مذكرة التفاهم بين الحكومة والبرنامج الإنمائي يعد مقدمة لتوقيع نهائي مع نادي الحماية للتأمين في بريطانيا لخفض قيمة التأمين البحري إلى الموانئ المحررة. وعن موقف الميليشيا الحوثية، أعلنت ميليشيا الحوثي معارضتها اتفاقية تخفيض أسعار التأمين إلى الموانئ اليمنية المحررة، وقالت إنها ترفض تلك الاتفاقية في نهج حوثي يهدف إلى تدمير أي ميزات اقتصادية للموارد العامة في المناطق المحررة. قالت وكالة الأناضول التركية إن الحكومة اليمنية أعلنت أن 157 سفينة وقود وصلت إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين منذ بدء الهدنة في أبريل 2022. وأوضحت الوكالة في تقريرها أن ذلك جاء في تصريح لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن 157 سفينة محملة بالنفط تم التصريح بدخولها وأفرغت حمولتها في ميناء الحديدة منذ إعلان الهدنة الأممية مطلع أبريل من العام 2022. وبحسب الوكالة، فقد أوضح الإرياني أن السفن أفرغت نحو 4,098,067 طنا متريا من المشتقات النفطية. ولفت إلى أن جماعة الحوثي قامت بتحصيل 200 مليار ريال، أي نحو 200 مليون دولار، من إيرادات الوقود الداخل إلى الميناء. وفيما اتهم جماعة الحوثي بتضليل الرأي العام اليمني والمجتمع الدولي بشأن ما تجنيه من أرباح المشتقات النفطية، قالت الوكالة إن الإرياني اعتبر أن هذه الإيرادات تكفي لتغطية مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين بانتظام في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، وتشترط الحكومة الشرعية تحويل جميع الإيرادات المالية في المناطق الخاضعة للحوثيين إلى البنك المركزي في عدن، غير أن جماعة الحوثي تتمسك بأن الرواتب يفترض أن يتم تسليمها في جميع أنحاء اليمن من إيرادات النفط والغاز التي تتحكم بها الحكومة. قالت صحيفة العرب الجديد إن المناطق الريفية في محافظة إب شهدت إنجاز عشرات المشاريع التي أظهرت ديناميكية ناجحة في إدارة المبادرات المجتمعية التي تتشكل في القرى عبر الوجهات، ويتم من خلالها رصف الطرقات وحفر الآبار وإحداث صناديق لدعم معلمي المدارس المنقطعة رواتبهم.
أوضحت الصحيفة أنه في مديرية الشعر بالمحافظة تبنى مغتربون من أبناء المنطقة وخاصة المقيمين في الولايات المتحدة استكمال مشروع طريق الصياد الرضائي والذي يبلغ طوله أكثر من 8 كيلومترات بتكلفة بلغت 2 مليون دولار أمريكي. وكان المشروع الحكومي متعثرا منذ أكثر من 10 سنوات. ويقول صدان دبوان وهو أحد سكان المنطقة أن التعاون الكبير الذي أبداه السكان والأموال التي دفعها المغتربون كانت دليلا على التعاون المجتمعي الذي أنجز الطريق التي سهلت التنقل على آلاف المواطنين. ويضيف دبوان في حديث مع العرب الجديد: المغتربون كان لهم الدور الأبرز في التمويل وغالبية السكان شاركوا كل بقدر استطاعته، وحاليا يجري إنجاز مرحلته الأخيرة التي تشمل استكمال التشطيبات. وبحسب الصحيفة فقد كشفت دراسة ميدانية أجريت في 56 قرية بمديرية بعدان في محافظة إب أنه تم تنفيذ 44 مشروعا عبر مبادرات مجتمعية، من بينها 32 مشروعا انتهى تنفيذها بشكل نهائي. وتشكلت مبادرات متعددة خلال السنوات الماضية في عدد من المحافظات اليمنية، ومنها مشروع شق طريق في مديرية وصاب بمحافظة ذمار بطول 52 كيلومترا وبتكلفة 12 مليار ريال يمني، ويربط الطريق بين 3 محافظات يمنية هي ذمار وإب والحديدة، ويعد من أهم المشروعات التعاونية المجتمعية في اليمن. ختام السلطة الرابعة، مشاهدينا أودعكم وأترككم مع كاريكاتير اليوم، إلى اللقاء.